السلام عليكم. في الدرس الخامس من دروس تعليم اللغة الفرنسية استعدادا للامتحانات المحلية، اليوم سنتحدث عن درس في فهم المقروء لا ليكتور، والدرس الأول يتعلق ب لا لاتر بيرسونيل، لا لاتر بيرسونيل أو الرسالة الشخصية. سنتعرف بسرعة على العناصر والبنية المكونة للرسالة. فلكتابة أي رسالة كيفما كانت، نبدأ من أعلى الصفحة ونكتب le lieu et la date، المكان والتاريخ، ثم بعد ذلك la formule d'appel، وهي عبارة نفتتح بها يعني الرسالة la formule d'appel، ثم نكتب نص الرسالة ويسمى le corps de la lettre، le corps de la lettre أو le texte. بعد ذلك كما كتبنا la formule d'appel، on écrit la formule finale، وهي عبارة نختم بها الرسالة. إذن هذا هو الشكل، شكل الورقة أو شكل الرسالة، la structure de la lettre personnelle. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On signe. On met la signature. نتحدث الآن عن نموذج رسالة شخصية للاستئناس بها، وأيضا للاستعداد لبداية كتابة الرسائل. Par exemple, FES le 3/5/2019. C'est la date et le lieu. La formule d'appel. كما رأينا مثلا cher frère Anwar، cher frère Anwar ça veut dire il écrit à son frère Anwar، فهذه الرسالة موجهة إلى الأخ Anwar. ثم نص الرسالة الشخصية، وهو نص قصير جدا ويشمل جملا معتادة، يعني سهلة قصيرة بدون أي تعقيدات. نقرأها. Salut mon grand, comment vas-tu? Je t'écris cette lettre pour t'informer que je suis en train de préparer mon bac. Et comme tu le sais, nous sommes nombreux à la maison. Et mon petit frère Reda ne me laisse pas travailler à l'aise. C'est pourquoi je demande ton autorisation d'utiliser ta chambre du 12e étage. Adawannos, Nasrissar. في الختام la formule finale écris-moi si tu acceptes et merci à bientôt et on signe notre lettre. إذن تشاهدون بأن الرسالة الشخصية la lettre personnelle يعني بسيطة جدا، ولكنها تحتاج إلى مراس ودربة ويعني تمارين لفهم أي رسالة كيفما كانت. هناك أسئلة تتكرر في مكون الفهم la compréhension، دائما في بداية الامتحان نجد la compréhension بمعنى الفهم والإدراك، نختبر التلميذ والتلميذة هل فهموا محتوى النص أم لم يفهموا، وبالتالي نطرح مجموعة من الأسئلة غالبا تتكرر، لهذا سأقترح عليكم هذه السلسلة من الأسئلة وحاولوا أن تطبقوها على رسالة أخرى، لأنها قلت أسئلة تتكرر وتتكرر، وبالتالي يعني يجب الاستفادة من نقطة تقييمها. السؤال الأول: Quel est le genre de ce document؟ Le document هو يعني الوثيقة التي هي موضوع الفرض أو موضوع الامتحان. بالنسبة إلينا نبحث عن le genre. Quel est le genre؟ Le genre نقصد به النوع أو جنس هذه الوثيقة. الأجناس معروفة، يعني هناك الرواية، هناك المقالة، هناك الرسالة، هناك مجموعة من الأجناس يعني أجناس الكتاب.
السؤال الثاني، à quelle date est-elle écrite؟ إذن باللون الأبيض نجد date، la date، et la question avec où. Ah oui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le lieu. La troisième question, qui en est l'émetteur? Le récepteur, ça veut dire qui en est l'émetteur et qui en est le récepteur. L'émetteur et le récepteur, يعني تعرفنا على هاتين الكلمتين في الدرس درس التواصل رقم 3 أو رقم 4 على ما أعتقد. إذن قلنا بأن الإيميتور هو الذي يرسل الخطاب، لو ريسيبتور هو الذي يستقبله. ثم مباشرة، pour quel but ça va écrire la noire؟ إذن في هذا السؤال تلميح إلى نوع هذه الوثيقة. Pour quel but ça va écrire la noire؟ باللون الأبيض ترون but الهدف. Pour quel but من أجل أي هدف كتبت صفاء إلى أخيها أنور. آخر سؤال، relève du texte ce qui le montre. Relève du texte ce qui le montre. بمعنى استخرج. Relève ça veut dire استخرج من النص ما يبين الهدف. إذن هذا السؤال الرابع مرتبط بالسؤال الخامس. إذن الأجوبة ستكون إذن كالتالي، وانتبهوا إلى طريقة الأجوبة، فهي أجوبة قصيرة وبجمل بسيطة جدا. السؤال الأول، quel est le genre de ce document؟ مباشرة une lettre personnelle. Le genre est une lettre personnelle. À quelle date est-elle écrite et où? Le 3-5-2019, FS. Qui en est l'émetteur? Qui en est le récepteur? On peut dire, Safa a écrit à son frère Anwar. Ça veut dire, Safa représente ici l'émetteur et Anwar représente le récepteur. Pour quel but Safa a écrit à Anwar? Pour demander l'autorisation d'utiliser sa chambre. Pour demander l'autorisation والمرجع إلى الفيديو السابق لنتعرف من جديد على comment demander l'autorisation. Alors عندنا هذه الجملة التي نبرهن بها، قالت له صفا je demande ton autorisation d'utiliser ta chambre du deuxième étage. Ça veut dire que Safa écrit cette lettre à son frère Anwar pour demander l'autorisation d'utiliser la chambre Safa parce que elle prépare son bac et son petit frère Reda bien sûr ne va travailler à l'aise. إذن هذه الأسئلة حاولوا أن تكتبوها وطبقوها على مجموعة من الرسائل الشخصية البسيطة، وحاولوا أن تعطوا إجابات قصيرة لكي لا تسقطوا في زلات الأخطاء الإملائية. في الحلقات المقبلة سنتعرف على النوع الثاني من الرسائل وهي الرسائل الرسمية أو la lettre officielle. لم نجب على التمرين الذي قدمناه في الفيديو السابق لأننا حبذنا أن نتركه إلى درس la communication. إلى ذلكم الحين تمتعوا باللغة الفرنسية البسيطة، حاولوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، تمرنوا بورقة وقلم، واجتهدوا من أجل تحقيق الطموح والتميز. السلام عليكم. السلام عليكم. بعد ما تعرفنا على la lettre personnelle في الفيديو السابق، الآن نواصل تقديم هذه الدروس بنوع آخر من الرسائل، وهو ما يسمى كما ترون la lettre officielle أو الرسائل الرسمية.
في الحصة الماضية قلنا بأن كتابة الرسالة تبدأ ب le lieu et la date, ثم la formule d'appel, puis le corps de la lettre, ça veut dire le texte, et après la formule finale et la signature. هذا هو تصميم الرسالة الشخصية يعني التي نكتبها في علاقتنا الشخصية مع آخرين، علاقة صداقة أو أخوة أو من نفس الأسرة إلى غير ذلك. لكن هناك نوع آخر يعرف بالرسائل الإدارية أو الرسائل الرسمية، تكتب تتضمن يعني جل عناصر الرسالة الشخصية، ولكن نضيف إليها ثلاث مكونات أو ثلاثة مكونات. المكون الأول لوبجي، نضيف كلمة لوبجي سافي دير لو سوجي، موضوع هذه الرسالة، وهو على شكل عنوان، يعني ماذا نريد من خلال هذه الرسالة، وسنرى المثال بعد قليل. ونضيف إليها معلومات المستقبل لو ريسيبتور، غالبا ما يكون مدير أو رئيس جمعية أو يعني شخصية تسير إدارة من الإدارات. ثم أيضا معلومات خاصة بمرسل الرسالة ليميتور. إذن هذا الشكل هو الشكل النهائي للرسالة الرسمية، باللون الأحمر عناصر لا تتوفر في الرسالة الشخصية، وباللون الأصفر العناصر المشتركة ما بين الرسائل الرسمية والرسائل الشخصية. إذن كل الرسائل تحترم هذه البنية. نذهب الآن إلى مثال. نبدأ بالتاريخ، اخترنا هذه المرة مدينة سالا، سالي le 25/12/2019. Le récepteur, plutôt l'émetteur, يعني مرسل هذه الرسالة، c'est Monsieur Khalid Wali, professeur de SVT, professeur de sciences de vie et de terre. هو أستاذ مادة علوم الحياة والأرض. لمن يرسل هذه الرسالة؟ à Monsieur le directeur du collège Nour. إذن أستاذ يرسل الرسالة إلى السيد المدير، مدير نفس المؤسسة. Objet أو موضوع هذه الرسالة demande d'une autorisation. Demande d'une autorisation. La formule d'appel Monsieur le directeur. J'ai l'honneur de vous écrire la présente demande pour avoir l'autorisation d'utiliser le véhicule de l'établissement pendant la sortie géologique de la classe 3e année 2 prévue le 2/1/2020. Eden, lahedo, la formule d'appel, c'est Monsieur le directeur. وهي صيغة تعبر عن علاقة الاحترام بين المتراسلين. وأيضا داخل الرسالة نجد استعمال vous, le vous de politesse. Vous de politesse. سنراها في درس يعني la politesse. J'ai l'honneur de vous écrire la présente demande. لي الشرف أن أكتب إليك هذا الطلب. Pour avoir l'autorisation d'utiliser le véhicule de l'établissement. لكي أحصل على ترخيص باستعمال سيارة المؤسسة خلال الخرجة الجيولوجية التي يقوم بها القسم 3-2 والمرتقبة يومه le 2/1/2020. هذا هو مضمون هاته الرسالة. وفي الختام une formule finale. En attendant votre réponse, veuillez agréer monsieur l'expression de mes salutations les plus distinguées. إذن هذه الجملة رغم طولها فهي عبارة تختتم بها الرسائل الرسمية، ويستحب إذن يعني حفظها وتكرارها
يعني واستعمالها في كافة الرسائل. تجدون هذه العبارة في مختلف الرسائل الرسمية، فهي عبارة يقال عنها bien fait، ça veut dire يعني جاهزة، تحتاج فقط لمن يستعمله. تلاحظون نص الرسالة، فهو نص ليست فيه عبارات شخصية، وبالتالي هو يذهب مباشرة إلى صلب الموضوع بطريقة يعني بكتابة راقية شيء ما، يعني بمصطلحات واضحة. يحدد المرسل الموضوع الذي يكتب من أجله، ثم تختتم الرسالة كما رأينا بالتوقيع خليل الوالي. إذن هذه هي الرسالة الرسمية، تحتفظ بشكلها، تعتمد على يعني عبارة الاحترام والتقدير، وتكتب بجمل يعني صحيحة لغويا وذات معنى واضح ومحدد. تلاحظوا في داخل الرسالة هناك تاريخ الخرجة، هناك القسم الذي سيقوم بهذه الخرجة، نوع الخرجة جيولوجيا، يعني هذا الطلب مقدم من أجل الترخيص باستعمال السيارة لو فيكول دو ليتابليسمون. إذا جميع المعلومات التي يحتاجها المدير لكي يرخص أو لا يرخص موجودة في الرسالة، ولكن بطريقة مختصرة. كما قدمنا بعض الأسئلة للرسالة الشخصية، نفس الأسئلة تتكرر مع الرسائل يعني الرسمية. تتذكرون دائما quel est le genre de la lettre، à quelle date est-elle écrite، ou qui en est l'émetteur، le récepteur، pour quel but cette lettre a été écrite، relève du texte ce qui le montre. يعني مجرد ملاحظة الرسالة ستجدون النتائج والأجوبة التالية. Quel est le genre de la lettre؟ C'est une lettre officielle. À quelle date؟ Le 2-1-2020. Dans quelle ville؟ À Salé. L'émetteur، c'est le professeur Khalid Wali. Le récepteur، monsieur le directeur. وتلاحظون بأن العلاقة ما بين المرسل والمرسل إليه ليست علاقة شخصية، وإنما هي علاقة عمل، لهذا تسمى الرسالة رسالة إدارية أو رسالة رسمية. Pour quel but la lettre a été écrite؟ Pour demander l'autorisation d'utiliser la voiture du collège ou bien le véhicule de l'établissement. من أجل طلب ترخيص استعمال السيارة في الخرجة. والسؤال الأخير الذي يبين هذا الطلب هو الجملة التي نجدها في الرسالة pour avoir l'autorisation d'utiliser le véhicule de l'établissement. هذه العبارة كافية لتبين الهدف. إذن حاولوا أن تدرسوا بعض الرسائل الأخرى الرسمية، وحاولوا أيضا أن تميز بين الرسالة الشخصية والرسالة الرسمية على الأقل في البنية، ثم إن شاء الله في تمارين أخرى سنحاول أن نشرح يعني تركيبة الجمل ونوع ومستوى اللغة الذي نستعمله في الرسالة الشخصية والرسالة الرسمية. حاولوا أيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. راجعوا الفيديوهات السابقة لكي تترسخ لديكم المعلومات، ونلتقي إن شاء الله في فيديو لاحق، والسلام عليكم.